يلا يا حبيبتي، عملت لك العشاء. شكرا قوي يا ماما، الاكل شكله حلو قوي. ماما دي احلى حاجة في حياتي، بنعمل كل حاجة مع بعض وبتجيب لي كل حاجة انا بحبها، انا ما اقدرش اعيش من غيرها ابدا. مالك يا ماما؟ طمنيني عليكي. انا تعبانة قوي يا هنا، لو حصل لي حاجة يا هنا روحي عيشي مع عمتك. ان شاء الله يا ماما هتبقي كويسة. انا مش عايزة اروح اعيش مع عمتي، انا عايزة اعيش معاكي انت يا ماما. عمتي دي عمرها ما صارتنا ولا نعرف عنها اي حاجة. اسمعي كلامي يا هنا، انت مالكيش غير عمتك. ماما ماما. ازيك يا هنا؟ اهلا. ازيك يا عمته؟ البقاء لله في مامتك يا هنا، ربنا يرحمها. شكرا يا عمته، ومعلش هعيش معاكي هنا علشان انا ماليش حد غيرك. مش مشكله، طول ما انت ملتزمه بالقواعد وبتسمعي الكلام هتعيشي معانا هنا. ويلا تعالى اوريكي اوضتك. دي اوضتك يا هنا. جميله قوي يا عمته، بس هو ليه في سرير تاني؟ السرير التاني ده بتاع نهى بنت عمتك. اهم حاجه يا هنا تعرفي ان البيت ده ليه قواعد، الاكل بمواعيد والنوم بمواعيد والمذاكره كمان بمواعيد، وغير طبعا انك هتساعدينا في شغل البيت. واعملي حسابك اوعي تساوي نفسك بنهى، لان انا عمري ما عاملك زي نهى بنتي. فاهمه يا هنا؟ حاضر يا عمته، فاهمه. انتي هنا؟ ايوه انا هنا. انتي اكيد نهى صح؟ ايوه انا نهى، وان شاء الله تبقي مبسوطه معانا. يلا انا هسيبكم يا ولاد وهنزل احضر العشاء، ما تتاخروش. انا مبسوطه قوي يا هنا ان انتي هتعيشي معانا، يلا نلعب مع بعض. ايوه طبعا يلا نلعب. يلا نلعب القطة العامية، انا هداري عينيا واحاول امسكك. يلا هجري وراكي. مش هتعرفي تمسكيني. يلا امسكيني. اي بنتي، مالك يا نوح؟ حصلك ايه؟ مفيش حاجة يا ماما، ما تقلقيش، انا وقعت غصب عني. اخرسي انتي، البنت دي هي اللي وقعتك وانا شايفاها. انا ما عملتش حاجة، احنا كنا بنلعب. وانا قلتلك البيت ده فيه نظام، العشوائية اللي انت كنت عايشة فيها دي انسيها، وانت لازم تتعاقبي. النهاردة هتنامي على الكنبة. ما تزعليش يا هنا، هي ماما عصبية بس شوية، ولما ماما تنام هجيلك ونلعب مع بعض. شكرا قوي يا نهى، انا حبيتك قوي. يلا يا بنات اصحوا علشان المدرسة. صباح الخير يا هنا، نمتي كويس؟ ايوه نمت كويس جدا. ممكن اطلب منك طلب؟ انا عايز اخد فستان من بطايق الحلوين علشان اروح بيه المدرسة النهاردة. ايوه مفيش مشكلة، هديكي احلى فستان عندي. شكرا قوي يا نهى. الله، ده احلى فستان لبسته في حياتي. فعلا الفستان جميل عليكي قوي. شكرا قوي يا نهى، يلا بينا نروح المدرسة.
صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا عمته. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه اللي انا شايفاه ده؟ ايه يا بنت اللي انت لابساه ده؟ ماله يا عمته؟ انا خدت الفستان ده من نهى علشان اروح بيه المدرسه النهارده. لا طبعا، انت عايزه تبني احلى من بنتي. انا عمري ما خدت بالي ان بنتي عندها الفستان ده اصلا. الفستان احلى عليكي بكتير. اطلعي حالا غيري اللبس ده، البسي اي حاجه. حاضر يا عمته. تمام كده يا عمته؟ ايوه كده احسن. يلا روحوا المدرسه. ماما ماما احنا رجعنا. الحمد لله على السلامه. ايه الورق اللي في ايدكوا ده؟ نتيجة الامتحانات يا ماما. انا جبت 90 من 100 يا ماما. وانتي يا هنا جبتي كام؟ انا جبت 100 من 100 يا عمته. ايه؟ جبتي 100 من 100؟ وانتي يا نهى جبتي 90 من 100 بس؟ اكيد البنت دي اثرت عليكي وهي اللي مخلتكيش تعرفي تذاكري. لا يا ماما، دي كانت بتساعدني في المذاكرة كتير قوي، لولاها ما كنتش هجيب 90 من 100، ودي اعلى درجات انا جبتها اصلا. نهى اطلع يلا على اوضتك. حاضر يا ماما. مبسوطه مني يا عمته علشان انا جبت درجات نهائيه؟ انت فعلا لئيمه زي مامتك، بتضحكي على بنتي. انت عماله تذاكري وهي لا. ليه بتقولي على ماما كده؟ وبعدين انا ساعدت نهى كتير قوي وكنا بنذاكر مع بعض. يلا يا بنت من هنا ورايح مفيش مذاكرة، وروحي اغسلي الاطباق. حاضر. هنا انا جبت لك ايس كريم. بلاش يا نهى، لما مامتك تزعقلك. لا ما تقلقيش هي نايمة. شكرا قوي يا نهى، انا كنت جعانة قوي. روحي انتي استريحي وكلي الايس كريم، وانا هغسل الاطباق مكانك. شكرا قوي يا نهى، انتي احسن اخت في الدنيا. هنا هنا. خير يا نهى؟ مالك في ايه؟ عمر طلب مني قلم. وايه المشكلة يعني لما يطلب منك قلم؟ انتي متخيلة؟ سيب كل البنات وطلب مني انا. يا دي عمر اللي انتي وجعالي دماغي بيه. يلا هسيبك، هروح اشوف لو محتاج حاجة تانية. ازيك يا هنا؟ اهلا. ازيك يا عمر؟ انت عايز حاجة؟ ايه رأيك نروح السينما مع بعض؟ ايه؟ تروح السينما معايا انا؟ لا طبعا، وما تحاولش تكلمني تاني. هنا 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 لازم نخرج مع بعض. يا هنا هنا هنا. ايه يا عمر تاني عايز ايه؟ قلتلك ما تكلمنيش تاني. طيب ايه رأيك ما نخرجش النهاردة ونخرج في الاجازة؟ لا في الاجازة هيبقى عندي صداع. سلام. هي عرفت منين اللي هيجيلها صداع في الاجازة يعني؟ هنا. ييي انت تاني؟ انت عايز ايه؟ انا عايز اديلك الورد ده واوعدك مش هنتكلم مع بعض تاني. ماشي انا هاخده منك، بس هو هتكلمني تاني. شكرا قوي يا هنا، باي باي. هنا انت ازاي تعملي فيا كده؟ انا عملت فيكي ايه؟ انا ما عملتش حاجه. ازاي؟ انا شفتك مع عمر بيديكي ورد. ايوه هو بيحاول يكلمني بقاله فتره،
وانا قلت له ما يكلمنيش تاني. انت كدابه ولئيمه زي ما ماما بتقول عليكي، ومش عايزه اعرفك تاني. نهى نهى، نهى صدقيني انا بقولك الحقيقه. لا انت كدابه. انت ازاي يا بنت انت تعملي كده في بنتي؟ انت بتحاولي تدمريها. انت خلاص مش هتعيش معانا في البيت ده تاني، امشي اطلعي بره. حاضر يا عمتو، انا اسفه، هتوحشوني. بعد ما اتطردت من بيت عمتي لازم اذاكر واشتغل في نفس الوقت. انا لازم اعتمد على نفسي وانجح في حياتي. والحمد لله بقيت اشهر محامية في المدينة. ايه اللي بيحصل تحت ده؟ دي نهى بنت عمتي، يا ترى بتعمل ايه مع المحامي اللي معايا في المكتب؟ ازيك يا هنا؟ ازيك انت يا مصطفى؟ انت تعرف منين البنت اللي كانت واقفة معاك تحت دي؟ انا كنت في قسم الشرطة، والبنت دي بتترجاني عشان اساعد مامتها لانها مسجونة عليها ديون كتير جدا واتسجنت، بس انا مرضتش اساعدها لان ما معاش فلوس خالص. معقولة عمتي مسجونة؟ ارجوك يا مصطفى خد الفلوس دي وسدد كل الديون اللي عليها، انا عايزاها تطلع من السجن النهاردة. حاضر مفيش مشكلة. هنا انت هنا بتعملي ايه؟ استاذة هنا هي اللي سددت الديون بتاعتكم، مفروض تشكروها. ايوه يا عمتو، انا بقيت محامية كبيرة دلوقتي، مش هنسى ابدا الفترة اللي انتوا وقفتوا فيها جنبي، حتى لو انتوا ضايقتوني شوية بس برضو هتفضلوا اهلي. شكرا قوي انك ساعدتي ماما. وانا اسفة يا هنا ان عملتك وحش، انت انسانة كويسة قوي. مفيش مشكلة، واتمنى نرجع تاني عيلة، ولو عوزت اي حاجة تانية كلموني. يلا باي باي.